من طفلة عانت كغيرها من الأطفال الفلسطينيين في لبنان من نقص بالطبابة إلى أصغر طبيبة في لبنان وفي العالم، إنها إقبال الأسعد الفلسطينية الجنسية والمولودة من أم لبنانية، حصلت بعمر 20 وبفضل تفوقها على شهادة الطب العام من كلية الطب وايل كورنل في قطر، هي التي اختصرت في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة الصفين بصف واحد في بر الياس. وبر الياس اليوم استقبلت طبيبتها الصغيرة التي تنوي التخصص في الولايات المتحدة بجراحة طب الأطفال، واضعة هدفا واحدا أمامها وهو مساعدة الأطفال الفلسطينيين. لما خلصت المدرسة كان عمري 12 سنة، فوقت دعاني الوزير السابق وزير التربية الدكتور خالد أباني وكرمني وعدني أنه يأمن لي منحة لأنه عارف أنه أنا بدي أدرس طب. وقتها بعت بكتاب لسمو الشيخة موزة وافقت أنه تتكفلني وتعلمني خلال المراحل الدراسية للطب. الأخدم شعبي، نحن بنعرف أنه الأطفال هني شباب المستقبل، فحبيت أعمل طب أطفال، وإن شاء الله بعد ما أخلص رح أرجع لهون وأساعد وأساهم قد ما فيه. بعد بدي الأعلى إن شاء الله يكون طموحها أعلى من هيك وتفيد كل الناس. أما نصيحة الدكتورة الأصغر للطلاب فهي المثابرة والعلم، لأنه سلاح الإنسان الوحيد، وأملت العودة إلى فلسطين بالعلم وليس بالسلاح.